موضوع القوى المركزيه هي كافه فصائل ابناء مدينه الباب مشتركين في القوى المركزيه. طبعا كان قبل كم يوم القوى المركزيه عدد محدود من الفصائل المشتركه من ابناء مدينه باب القوى المركزيه، اما الان العدد مفتوح بكل الفصائل، وكل الفصائل الموجوده هي دعم للقوى المركزيه في مدينه الباب. وباذن الله عز وجل الايام القادمه القريبه راح يكون وضع المركزيه افضل من هيك بكثير، وراح يكون يعني دوام المركزيه ليل ونهار، ويكون حتى داخل المدينة وخارج المدينة. رح توسع عمل القوى المركزية داخل الباب وريف مدينة الباب بإذن الله عز وجل. Thank you.